انا عشان ابدا معاكم النهارده العرض ده لازم نبقى واخدين بالنا. سينا اتعرضت لمشاكل كثيره جدا، والفصل والاحتلال اللي كانت في الفتره من 67 ل 73، وخدنا منظومه معاهدات السلام لغايه لما الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نستعيد كل الارض. اتحطت خطط كثيره جدا لتنميه سينا، والدوله في ظل امكانياتها اللي ما كانتش كبيره قوي حاولت تعمل بعض المشروعات منذ بدء يعني تحرير سينا لغايه 2014. خلينا نتكلم بمنتهى الامانه، لما نيجي نعدد هذه المشروعات بالكثير قوي كانت الاتصاليه نفق الشهيد احمد حمدي، كوبري السلام، كوبري الفردان، هم دول الثلاث نقط اللي بنحاول نربط بيهم سينا، وبعض المشروعات اللي الدوله حاولت انها تنفذها، بعض مشروعات الاستصلاح الاراضي اللي ما زالت كانت يعني بتعاني من العديد من المشاكل، بعض الخدمات البسيطة، ولكن ظل الحلم ان انا انمي سينا بصورة حقيقية بنفس الطريقة اللي كنا دايما في عيد تحرير سينا نقعد نطلع بنعمل الاغاني ونقعد نتكلم على تنمية سينا وتطوير سينا. كان هو الموضوع كله ما بيتجاوزت كل 25 ابريل اكتر من ان احنا نقعد بشوية اغاني وطنية ونستعيد بعض الافلام ونقول ان احنا بننمي سينا. انا بتكلم بمنتهى الشفافية في الاول، الشغل الحقيقي اللي تم على هذه الأرض، وأنا بقولها وبأكدها كمصري قبل ما أكون مسؤول، الشغل الحقيقي لتنمية هذه الأرض بصورة جادة ومش مجرد حلم أو تخطيط ولكن تنفيذ على أرض الواقع بدأ تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من 2014. إحنا ما كناش يعني، واللي عايز اقوله ان احنا من ساعه ما بدانا من 2014 احنا مش بنشتغل في ظروف طبيعيه. شمال سينا كلنا عارفين، واهالي شمال سينا اللي موجودين واللي انا سعيد ان انا اشوفهم معايا وقابلتهم يمكن من اسابيع قليله لما جيت في الزياره السابقه، كانوا بيعانوا زي ما كلنا بنعاني من ويلات الارهاب اللي استمر على مدار 10 سنين. ارهاب مقيت، كنا كل اسبوع ما بيعديش الا وبنسمع عن حادثه استشهد فيها أو أولادنا من القوات المسلحة أو الشرطة أو أبناء شمال سيناء أو أصيب فيها عدد كبير. فكان هناك خيار إن إحنا نقعد نحارب ونقعد 10 سنين لغاية لما ننهي الإرهاب من غير ما نعمل أي حاجة، وده هيبقى طبيعي وشيء منطقي إنها منطقة ساحة حرب وإن إحنا ما بنعملش حاجة غير إن إحنا نحاول نحارب الإرهاب. لكن القرار الاستراتيجي اللي خده سيادة الرئيس كان من أول لحظة إن إحنا لازم ننمي سينا جنبا الى جنب مع دحر الارهاب،